السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم رك المرأة. اليوم أنا كنا في مرجان وبغيت نشارك معكم يعني ونقل لكم هذا الفيديو باش تعرفوا على الأثمنة والجو كيف داير. صراحة أنا ما كنتش غادا المرجان، كنت غير خارجة، ولكن كاين برا الشتا والبرد وما لقيتش بلايصه غادي نمشي ليها يعني في هاد الدفا، قلت صافي ندخل المرجان ندوز في هاد الوقيت ومنها نصور لكم. كيف كتشوفوا هنايا كاين عندهم لي سيرفيس ديال هاد البديع، كيقولوا لي البديع الابيض، يعني هو صراحه كاليتي زوين ولكن شويه الاثمنه مرتفعه. كاين شي حويجات اللي دايرين فيهم برومو، يعني هاد انا جاني هاد سيرفيس ملائم شعروسه، باقي يلا كتجهز تقدر تاخذ منه وتكون يعني السوبيره مع الجبيبنه ديولها مع لي طاس مع كل شيء، يعني تجمع داك الشيء اللي بغات مع الطبايصلات. يعني ولكن بالنسبه لينا حنايا يعني صعيب تجمعي لي سيرفيس، لان ضروري كيكون عندكم معن اخرين في الدار، فما غاديش تبقاي غير تشري. هادو هنا عندهم واحد ليمول، هادو تما بخمسة دراهم، هاد لي طاس انتم كتشوفوا. المهم هاد الميعنات صراحه زوينين، ولكن الاثمنه كيف قلت لكم شويه مرتفعه. انا اللي عجبني هذا بغيت نوريه لكم، هذا واحد الطبسيل مربع كبير والطبسيل ديالو صغير، واحد كيدير 29 يعني يقولوا 30 درهم، وواحد كيدير 25 درهم. كتاخدي الكبير وكتاخدي ليه 6 من الصغار او لا 5 على حسب العدد الافراد اللي عندك انت، غالبا كيتماشاو مع 6، يعني ثمنه مناسب صراحه وشكله زوين. كيف كتشوفوا هما الميعنات، هادو واحد اللعيبات بانوا لي عندهم، يعني انا جاوني هما يعني داخلين ضمن الماع، لكن انا جاوني تيتماشاو مع الزين اكثر، يعني الديكوراسيون ما جانيش يعني غادي نستعملو فيهم شي حاجه. هما اصلا الاستعمال كيكون فيهم واحد الطويصات اما مربعين اما مطورين، ومعاهم هذيك تقريبا جاوني بحال مصوبين من الفخار او لا مصوبين من السيراميك. انا صراحه ما عنديش درهم، يعني ماشي درهم، ما عنديش ريال صفر في جيبي، غير جايه داخله انا صنطيحه بغيت نتفرج ونشوف الادمينه، ما ناويش ناخد شي حاجه، يعني صراحه ما عنديش فلوس، غير كنتفرج كنشوف. بغيت نشارك معكم حتى نتوما تشوفوا، ومشي بالضروري يعني ان تكون عندي الفلوس باش غادي نقدر ندخل ونتقدا، لا انا غالبا هاد المتاجر الكبار اللي تيكون فيهم الغلا كنجي كنشوف كنقارن بالاثمنه كنشوف شنو الجديد. بغيت نوريكم هادي، دي واحد القرعه مع 6 الكيسان، الشكل ديالها زوين، راه كانت دايره ضجه يعني واحد الفتره في المرجان، كان الناس كيتقداوها بزاف، وحتى في الانترنت دايره 95 درهم، هي في الحقيقه كانت غلا من هوك، يعني هادي راه نزلت برومو بزاف، كانت تقريبا يعني فايته 100 درهم، كانت ممكن واصله 150 درهم، دابا خفضوها شكلها زوين. هادو السيبورات ديال الحلوى اللي كنحطو فيهم الكيكه الحلويات، تا هما مخفضين فيهم. هاد البلاصه كامله اللي كنصور دابا انا نازل فيها البرومو، يعني برومو كاين اللي كيوصل فيها البرومو حتى 45%، يعني كل مره كاين الحوايج ينزل فيهم برومو 50% على حسب. هادو تاهما زوينين لي طاس، هادي واحد القريعه تا هي راه كانت دايره ضجه، دابا دايره غير 75 درهم، كانت كدير 100 درهم. هاد الكويتات كاين صراحه داكشي زوين، كيف قلت لكم ماشي شرط الواحد ان ملي بغي يمشي للمرجان ولا شي بلاصه ضروري انه غادي يشري، لا انا غير كتنزه وتتمايا تنزهو خرجوا شوفوا دورو، ماشي بالضروره انكم تشرو وتبقاو دايرين داك العقده في حياتكم ان لا مشيت لهاد البلاصه خصني نشري خصني نشري، لا ماشي بالضروره، يعني الانسان راه كيتمشى على القدر ديال جيبه. وهاد الميعنات ممكن تشوف هنا ش الديكور الشكيل وتمشي للمحلات على برا تقداهم، كاينين هاد القراعي تا هما دايرين اليوم الكبير 55 درهم والصغيورين 25 درهم، هما زوينين صراحه في الشكل، اما انا قلبت عليهم على برا ما لقيتهمش. كاينين هاد الزليف اللي كيستخدموهم لي شيف كيعجنوا فيهم، يعني كاين فيهم الكبير 55 درهم وكاين فيهم الصغير 35، وكاينين اشكال اخرى، ولكن هادو اللي لتحت هما احسن، يعني تقال وزوينين وكتجي فيهم العجينه زوينه ماشي بحال اللي الفوق. بغي نوريكم واحد الهميزه، هاد الكيسان هما واخا ما يبانوش لكم في الكاميرا راحة، الكويسات زوينين بزاف، فيهم الكبير وحدين كبار، والقاع ديالهم مربع وغليظ وكيتمو غادين وكيكبروا، هما هادو
راه زوينين البنات، راه كانوا غالين في الثمن، دابا راه نزلوهم غير ب 800 ريال، 39 درهم. هذا الكبير ديالهم، كاين الصغير ديالهم ها همايا. كاين اللي يقول المشروبات، الصغير ديالهم تا هما 39 درهم، وصراحة زوينين بزاف، يعني راه ميزة. هاد البلاصة تاع بلاطوات، فيهم بلاطوات ديال الانوكس، بلاطوات ديال الفضة، بلاطوات ديال البلاستيك، يعني البلاستيك تا هو كاليتي زوين، فيهم ديال تركيا ديال اسبانيا. هاد البرارد صراحة كيف قلت لكم مرجان فيه المواعن زوينين، من ناحية المواعن انا المواعن ديالو كلهم كيجوني زوينين، عكس بعض الحوايج يعني كيخرجوا لك ماشي تلهي غير الكذوب. انت شفت مرجان راه فيه اللي كاليتي، ماشي كله يعني كاليتي، كتكون يعني حسب الأثمنة. هنا كاينين الترموسات، الترموسات كاين فيهم اللي ب 60 درهم، كاين اللي ب 70 درهم، فيهم تا هما التخفيضات. بغيت نوريكم هاد لي طاسه البنات، عجبوني ديال الزاج، فيهم 6 ديال الكويسات مع دوك الطبايصلات ديالهم، عجبوني صراحة زوينين، ودايرين 59 درهم. كانوا تا هما مطلعين لي الثمن، دابا هبطوهم خفضوهم. وهنا كاين مواعن ديال الزاج، كاين ديال 4 دراهم، 6 دراهم، 5 دراهم، كل حاجة وثمنها، يعني تا هما مسولدينهم. انا كيف قلت لكم المواعن هنا كنجي غير نشوف، نادرا فاش كنشري شي حاجة لما لقيتهاش برا، اما غالبا كناخد من برا، لان هنا كيجيني البخي طالع بزاف. كاينين هاد لي مول ديال الزاج، كيكونوا فيهم جوج المولات، كاين المستطيلين والمربعين والدائريين، حتى هما مرخصينهم. كاينين هادو ديال المعدن، يعني ما تيلصقوش، زوينين، داير ليهم 85 درهم. هادو اللي نقدر نشكرهم لكم بزاف، هاد المعالق وخا طالعين في الثمن راه ما كيجرى ليهم والو، وكيصدقوا وتقال، وتشكل ديالهم زوين، يعني ماشي بحال المعالق العاديين. هنا هاد البلاصه فيها داكشي البياس الرقيق ديال الكوزينه، يعني معالق كيف كتشوفوا، الموس، داكشي طويل. بغيت نوريكم واحد الفوي، واحد الفوي صراحه انا خديته من نت، وخوه انا خديته من برا من عند داك السيد اللي كيفرش فراشه، خديته من عنده ب 5 دراهم، وجيت دابا هنا اتصدمت لقيته داير 35 درهم. كنحاول نقلب كتشوفوا 35 درهم، خوه نفسه خديته انا ب 5 دراهم، كنقلب كنشوف شنو الفرق بيناتهم، ما بالي صراحه الفرق، هذاك خدام ليا مزيان مزيان. هذه قطعه تاع التفاح زوينه، كتخرج تسهل عليكم، كتخرج لكم التفاح مقطع كي كتشوفوا هنايا المويعنات. كيف قلت لكم البنات، ما تبقاوش تعقدوا حياتكم بهذه القضيه ديال لان ضروري نخرجوا نشرو، خاصنا نشرو. لا، انا بالنسبه ليا كندور كنفوج كنشوف بعيني، صافي هذا كافي، ما عنديش ديك المشكله. لا علاش ما تقديتش هنا لي مول ديال الحلوى ديال السيليكون، حتى هما غاليين. كيف كتشوفوا هنا كاين المواعن ديال هذوك الطاسات ديال الثلاجه، يعني هما ولاو دابا احسن، يعني ولات هاد القضيه ديال البلاستيك، يعني ما كيدارش فيه الاكل. الطاسات كاين فيهم البلاستيك مزيان، ولكن هادو ديال الزاج هنايا ومخفضينهم، ما غالينش. هاد لي مول 19 درهم متوسطين. هنا كاينين مويعنات، يعني انا هادو تقريبا كيجوني هنا، هادو اثمنتهم بالنسبه لهاد المواعن ديال الانوكس، ما زيدينش فيهم بزاف لان الانوكس لو بيتي فري، هادو هما الاثمنه ديالهم. كاينين بحال هاد المجموعه هادي تقريبا كدير فوق 1000 درهم، فوق 1200 درهم، ولكن فيها كل شيء، فيها الكاسرولات، فيها الكوكوت، فيها يعني كتاخد مجموعه فيها كل شيء اللوازم اللي غادي يخصك. صراحه كيف قلت لكم يعني كاين شي حوايج مبالغين فيهم، كاين شي حوايج ممكن تاخذوهم من برا، ولكن شي حوايجات يعني هنا ما تلقاهمش، برا كيكونوا هنا كاليتي مزيان. هنا الانواع ديال المقالي، الطفال، مقلات شويان. اللي بغا نوريكم هو هاد المينطات، زوينين ورطبين، دايرين ليهم 249 درهم، وقبل كانوا دايرين ليهم 300 درهم. صراحه زوينين وكاليتي مزيانه، ديال الناموسيات، ديال الغطا. وهاد الطابيات اللي خرجوا دابا انا ما بغاش يتفهموا ليا، الطابيات ديال الارض فيهم زرابي، فيهم طابيات هما الفوق ديالهم بحال المانطا، والتحت فيهم سيليكون،
ها التمن ديالهم كبار نيت، يعني كاين اللي فيها 3 متر و2 متر على شكل زرابي، ولكن هما مانطا. يعني انا كنظن مع الوقت غادي يخسروا، مع الصابون غادي يخسروا. بغي نوريكم واحد الزرابيات زوينين بزاف، هاد الزرابي راه كبار، عجبتني الزواقة ديالهم. يعني هما دايرين الزواقة ارابيسك، دايرين الزواقة يعني التقليدية، ولكن فيها الالوان المودرن، مدخلين الالوان زوينة. يعني هادي انا كنظنها غتماشى مع الفوتاي، مع الفراش البلدي، تماشى مع كل شيء انواع الفراش، وصراحة زوينة وكبيرة، دايرين ليها تقريبا 1000 درهم، ولكن راه كبيرة يعني تجي في بلاصة فيها الفوتاي او لا سيجور. نوريكم حتى هاد المخدات، هاد المخدات ها هما، هادو انا عجبوني. لقيت واحد البنت كانت قبلي كتقلب فيهم، رسمت فيهم قلب. يعني كتجلس كيونسوك، كيديروا لك حيدوا عليك الملل، كيجلسوا كيلعبوا فيهم. انا كاع البنات اللي شفتهم هنا دابا جالسين كيلعبوا كيرسموا فيهم. مخدات كيداروا مع الفوتاي، فيهم هذاك الموزون، يعني كتعكسها هكا كتعطي لون، كتعكسها هكا كتعطي لون. كاينين فيهم اشكال بزاف، يعني اللي عنده شي فوتاي بغى يناسق داير الابداع. كاين اللي كاتب حروف، كاين كل واحد كيجو كيوقفوا كيبقاو يكتبوا، ما كيشوفوش الثمن، كاع كيلعبوا فيهم. دايرين 79 درهم، قبل كانوا دايرين 100 درهم، ولكن صراحة زوينين. هنا هادو لي ناب ديال الطوابل، فيهم تاع الطابلة المستطيلة والدائرية، تا هما صراحة زوينين عجبوني. انا جبتكم غير البلاصه اللي كتعجبني، انا كتعجبني بلاصه الحويج والفوطات والمواعن، بلاصه الاكل ما كنمشيش ليا بزاف، لان غالبا انا كيف قلت لكم كناخذ من السوبر مارشي اللي عندنا في الحي ديال فضل الله، ما كناخذش يعني الشيء تاع الاكل، ما بقاش كناخذه من هنا. هنا كناخذ غير الحوايج اللي ما عندناش في المنطقه. كاينين الريدويات تاع الكوزينه، الريدويات ديال الصالونات، ليناب، معنات، هذاك الشيء اللي كنستخدمو، سريبتات. عجبوني هاد البالطوفات، دايرين 49 درهم، صراحة مغلينهم، هما زوينين بحال الجلد من الفوق، في البريو والداخل فورير. كاينين هادو ديال الرجال، مرخصينهم على تاع العيالات، دايرين 39 درهم. كاينين هاد لي بوت 69 درهم، زوينين. يعني كاينين بالطوفات شكيلات زوينين، صراحه انا بغيت غير نوريكم بارطاجي، لان كانوا البنات طلبوا مني قالوا لي بغينا شي دويره في المرجان، فاش كنت ديك الدويره تاع ياطو قال لي بغينا في المرجان. هاد البلاصه فيها السولد، حاطين فيها سيرفيت سبادري. ناتي الى عجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش التعليقات الزوينين ديالكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش الى عجبكم هاد لا فيديو وبغيتوا بحال هاد لي فيديو خلوا لي كومونتير وقولوا لي بغينا بحال هذا.